الفريق الاولمبيك لاعب مذكوري ويسجل كل براعه نتابع مره اخرى الكره ترتطم في الجانب السفلي من العرض لعبتنا فريق الاولمبيك يشوف الكره ديالو ويضيع تجربه كبيره اللاعب محمد امين برقادي يبقى البرقادي نقاط القوه ديال فريق الاولمبيك اذن 1-0 لاولمبيك خريبكا جاي الان وجه لوجه مع عبد الرحمن الحواصلي يسدد وكل كل روعه قيس الحواصلي نتابع مره اخرى يعني ما خلاش حد نبيل باها وهو ايضا يسجل الجهه اليمنى من مرمى الحارس برقادي من مواليد 1981 جلب ضربة الترجيح وقادي في التنفيذ يسدد و اللعب ويضيع يضيع اللاعب النهيري من التتويج باللقب قلت الحظ الحظ كتبقى عنده نسبة كبيرة في ضربات الترجيح لاعبين كبار لمنتخبات كبيرة فهم ضيعوا ضربات الترجيح وفي لحظات حاسمة وديك اللاعب إبراهيم البقيل كل لاعب الإيفواري ويسجل يسجل لاعب باكايوكو و هذا الفوز لفريق الاولمبيك يساهم بنسبة كبيرة اللاعب باكايوكو في فوز فريق الاولمبيك تريبكا باللقب اللقب الثاني لهذا الفريق هنيئا لفريق الاولمبيك بهذا الفوز بأول لقب أمام حسين تأكادير 1-0 الآن يفوز بضربات الترجيح وتهاني متبادلة بين المدربين وليد الركراكي والتونسي أحمد العجلاني إذا يرد يمكن نقول يرد فريق الأولمبيك مكان قد صحيح حسرة كبيرة ولكن يعني لاعبين ديال الفريق إذا هنيئا لفريق الجيش الملكي السيدات لإحراز هذا اللقب إبراهيم البزغودي وانتظار لحظة سعيدة في تاريخ الفريق تهاني من صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد لفريق أولمبيك تريبكا وعميده إبراهيم البزغودي إبراهيم البزغودي الذي يستحق كل التنويه هنيئا هنيئا لفريق أولمبيك تريبكا بهذا التتويج وهنيئا لجمهور تريبكا ونتمنى ان تكون بدايه انطلاقه متجدده لفريق تريبكا في الموسم الجديد على مستوى البطوله الاحترافيه يوليها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله للرياضه والرياضيين سعادة كبيرة تغمر عميد فريق الأولمبيك وكل مكونات فريق الأولمبيك هذا اليوم شرف كبير للفريق بإحراز هذا اللقب لقب احتفال كبير هنا مشاهدي الكرام على أرضية ملعب مدينة طنجة احتفاء بفوز فريق الأولمبيك بلقب كأس العرش للمرة